يقول السائل: بالنسبة لصلة الرحم والقطيعة، معلوم أمرها في الإسلام، ولكن عندي بعض أقاربي وهم ذوي رحم لي، وعندهم بعض المنكرات كالدش والصور المعلقة والاختلاط الغير مشروع، فهل يجوز للذهاب إلى هناك علما بأني لا أستطيع الإنكار عليهم؟ أفتونا مأجورين. يجب عليك مناصحتهم، يجب عليك مناصحتهم وموعظتهم، فإذا كنت تزورهم من أجل نصيحتهم ومن أجل موعظتهم فهذا عمل طيب وتؤجر عليه. أما إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ولا يتركون المنكرات فلا تذهب إليهم، ويكون الخطأ عليهم هم وأنت تركتهم بحق، لأن هذا من الابتعاد عن المنكر وعن أهله. فإن تابوا وتركوا المنكرات فحقهم واجب عليك، وإذا لم يتركوا المنكرات سقط حقهم.